طب خليني بقى ابارك لك على مسلسل الملاحات. طبعا انت اترشحتي لمسلسل الملاحات اللي هيعرض ان شاء الله في رمضان القادم. عايزك تقولي لي طبيعة الشخصية وشعورك لما اتعرض عليكي العمل، ودورك هيبقى ايه بقى؟ يعني هتفاجئينا؟ هي تركيبة حلوة فعلا. هو الدور، هو المسلسل كله تركيبته جديدة جدا، وتأليف أستاذ محمد ناير وإخراج أستاذ محمد حمائي، والحقيقة أنا مضياه، مش ترشيح بس أنا مضيته، لكن مش عارفة إمتى هنبتدي يعني. لكن تركيبة العمل كلها تركيبة صعبة تمثيليا، صعبة لأنه هننزل معظم المشاهد في مية وملاحات، لأن بتدور طب طبيعة الأحداث الشخصية إيه بقى يعني؟ منزلة والبحيرة وكده. طبيعة الشخصية بتاعتي غريبة شويتين. وأنا بعمل جارد، يعني بودي جارد لبطلة العمل، علشان بيحصل أحداث كده في العمل، فبتضطر إن الستات هي اللي بتحكم القرية، وبعدها أكيد بيبقوا عايزين زي جارد، فبكون أنا ده الدور بتاعي من خلال 5 ستات هم أبطال العمل. حضرتي بقى للدور ولا لسه لا بتتكلموا فيه وبتعملوا ده هو ترابيزة صعب على أشواء؟ فكرة، لأنه كمان ليه لهجة معينة، لهجة البحيرة والبرولس مش زينا في القاهرة، في نفس الوقت مش الفلاحين العاديين، لا فيها كوكتيل كده، فعايزة تحضير، واللبس كمان ليه تحضير، وطريقة الحجاب بتاعتهم مش عادية، بينزلوا يصطادوا بلبس برضو، لا يعني مختلف. الستايلز هتتعب معانا جدا. بس ان شاء بيكون الله يطلع كويس. بيكون ليكي اختيارات برضو في موضوع الستايلنج؟ بتنقي حاجات، بتختاري، بيكون على ليكي حسب بصمتك طبيعة ولا؟ الدور، يعني مثلا في أدوار لو لبسها حر، زي ممكن أنا أشتريه من أي حتة، ممكن أحط، لازم أقول إن خلينا نعمل كذا، وبنتفق بقى مع المخرج مع الستايلست، وبنجتمع كلنا بحيث إن إحنا نرسم شكل الشخصية. لكن مثلا الحاجات، الأدوار التاريخية أو الأدوار اللي هي فيها لبس فلاحين أو كده، شوية أنا بيبقى دوري بسيط في حتة إن أنا ممكن بس يعني لفة الحجاب مثلا عايزاها كذا أو كذا، لكن ما بيبقاش يعني كلام كتير في الأدوار اللي هي ليها لبس محدد. كممثل التاتش بتاعه بيبقى بسيط قوي، المخرج والستايلس هم اللي بيبقوا مسؤولين عن الموضوع ده.